اليوم نحن موجودين بطرابلس. طرابلس تسمى بقلعة المسلمين. من يمارس القتل باسم الرأي السوداء التي تقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اليوم رح نعمل جولة على بعض المشايخ السلفيين، نحكي أكثر بفكرهم وبعائدتهم لنفهم هالغول المجهول اللي جاي علينا، شو طبيعته وشو أبعاده بمدينة مثل طرابلس. الناس اللي بيخافوا منها لأنك سلفي، بس تقول أنت سلفي بيخافوا، شو بتقول؟ شفتها كثير. إذا بيسمع المسيحي كيف أنت عم تتوجه للشيعي، كيف ما بده يهلع؟ خط تماس، تنين بعض الأخبار على OTV.